أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في إطلالة جديدة للصحافة اليوم، نجوب فيها دروب الحروف والكلمات ونرصد العناوين المثيرة والأخبار الرياضية. الصحافة اليوم لكم ومعكم خلال بطولة كأس أمم آسيا، نتابع ونرصد نقرأ ونسمع بصحبة ضيفنا الأستاذ أحمد أبو الشايب رئيس القسم الرياضي بجريدة الإمارات اليوم. أهلا بك أستاذ أحمد معنا. تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي للأخوة المشاهدين، وأتشرف أن أكون معكم لعودة للبرنامج الجديد القديم لنا الشرف صحافة اليوم. إذا مشاهدي الكرام بنروح وياكم لهذا الفاصل ولنا عودة. أعزائي المشاهدين، بننتقل وياكم مع ضيفنا نحاور ضيفنا الأستاذ أحمد أبو الشايب، وبنستعرض وياكم أيضا عناوين الصحف المحلية، والبداية بتكون من جريدة الاتحاد اللي خصصت ملحقا متميزا من 20 صفحة يوميا عن بطولة آسيا، حيث عنونت انتصار الكبار في يوم بلا مفاجآت، إيران تفوز على اليمن بخماسية، وكوريا على الفلبين بهدف، والصين على قرقستان بهدفين مقابل هدف. تعليقك على العنوان، وكانت يعني جولة أمس بدون أي مفاجآت. لا تعرف يعني الصحف عادة تذهب إلى العناوين، أحيانا إذا ما كان هناك حدث يعني يفرض نفسه تذهب إلى العناوين المختصرة أو المفيدة أو يعني التي تذهب مباشرة إلى القارئ. فمثلا صحيفة الاتحاد اتخذت هذا النوع من العناوين، وهي عناوين جميلة، انتصار الكبار في يوم بلا مفاجآت. بالفعل يعني كان المنتخبات المتوقع أنها تفوز في هذا اليوم فازت، من إيران فازت على اليمن بنتيجة كبيرة، طبعا إيران من المنتخبات المرشحة للبطولة، كوريا على الفلبين كانت نتيجتها شوي صعبة على كوريا يعني بهدف، وكان الهدف يعني صعب جدا، والفلبين استطاعوا أنه يعني يؤدوا مباراة كبيرة جدا، وبالفعل يعني بهدف مفروض تفوز بأكثر من هدف كوريا كونها لاعبة في كأس العالم من الفرق المرشحة للبطولة. أيضا مباراة الصين على قرغستان برضو يعني هي العناوين، يعني أنا بشوفها عناوين مختصرة مفيدة وتعطي معلومة مباشرة للقارئ. نعم. طيب، في غلاف صحيفة الاتحاد رصدنا وجود 11 عنوان للمواضيع اللي تناولتها ملحق اليوم، هل ذلك يشتت القارئ برأيك أم هذا أمر طبيعي بالنسبة للبطولة؟ والله أستاذ علي يعني الصحافة هي عبارة يعني عن مدارس. نعم. وكل صحفي يذهب إلى مدرسة معينة، فصحيفة الاتحاد تناولت الحدث بكبره، يعني الحدث كبير، لا تستطيع أنك أنت تتناول موضوع واحد معين وتهمل باقي المواضيع. يعني كونه كأس آسيا كأي بطولة كبيرة، وهي أكبر بطولة لكأس آسيا تقام في تاريخ البطولة، وهي متشعبة ومفتوحة وفيها 11 منتخب عربي لأول مرة، يعني لا يغيب إلا منتخب الكويت، فهي بطولة كبيرة، والجاليات المتابعة لهذه البطولة كميات كبيرة من الناس تتابع هذه البطولة داخل الإمارات وخارج الإمارات وفي العالم. فبالتالي أنت كإعلام عندما تأتي لتناول أو للتحدث عن هذه البطولة، يعني ليس من الجيد أنك أنت تركز على حدث واحد. يعني فمن هون من هذا الاتجاه أعتقد أنه جريدة الاتحاد يعني لجأت إلى أنها تضع 11 عنوانا في الملحق، حتى يعني تحاول ترضي مثلا كل الجاليات. كان في عندنا انتصار للأردن وانتصار وتعادل مثير ما بين سوريا وفلسطين، وكان عندنا زي ما ذكرت تفضلت اللي هو الانتصار الكبار بلا مفاجآت أمس، فكان عندك عدة يعني مواضيع ممكن أنت تتحدث عنها. نعم. جريدة البيان تصدر ملحق خاص تحت عنوان كأس التسامح، وهو ملحق من الحجم الصغير الذي يطلق عليه تابلويد نفس مقاس جريدة الإمارات اليوم. وقد أشدنا بالملحق أمس من حيث نوعية الورق الفاخر وكذلك المضمون والصور. هل ترى أن الاتجاه لهذا الحجم سيكون مستقبل جريدة البيان كما هو الحال الإمارات اليوم؟ أول شيء الله يعطيهم العافية الزملاء في جريدة البيان، بالفعل يعني عمل جميل جدا من القسم الرياضي والصحيفة بشكل عام، وأنا يعني أثمن هذا الجهد الكبير وهذا التوجه بأن أنت تصدر بالتابلويد، وهذا تأكيد أنه التابلويد يعني أخذ
مكان له في العالم بشكل واسع، يعني ما ليس من الإمارات اليوم. الإمارات اليوم هي كانت أول صحيفة عربية تطلع بهذا الحجم يومية، الأولى في الوطن العربي. لكن في أوروبا هذا التابلويد أصلا منتشر وموجود. هو يعني هي زي ما ذكرنا، يعني هي وجهات نظر في التسويق، أنه أنت كيف تصل إلى القارئ، هل يحب القارئ الحجم الصغير؟ الحجم الصغير يعني له ميزات، مع أنه في ناس يعني في الصحافة تتعود على شيء معين، يعني في مخاطرة دائما في الصحافة، ما بعرف يمكن الصحفيين أو من يعمل في الصحافة يعرف هذا الشيء. عندما أنت اعتاد القارئ على نمط معين يومي، مثلا أنت متعود أن تفتح صحيفة الخليج بشكلها الكبير أو صحيفة البيان أو صحيفة الاتحاد، فمن الصعب أنك تتقبل ثاني يوم بالحجم الصغير. فهي مخاطرة أنك أنت يعني تحول صحيفة من حجم إلى حجم. إلى حجم. بينما الإمارات اليوم يعني كان عندها ميزة أنها صدرت من البداية وتعود القارئ عليها. إحنا لو عملنا العكس، يعني الإمارات اليوم صدرت بالحجم الكبير، بعتقد القارئ مش حيتقبلها بشكل يعني. بياخذ وقت. ممكن بياخذ وقت ومحتاج لجهد كبير، مش ليست بسيطة يعني أنك تحول. فالموضوع يعني هي مدارس، بس لكن التابلويد بشكل عام. هذا القطع موجود في العالم ومنتشر وتحبه الناس. يعني أنا كمان يعني من الناس اللي لما أتصفح صحيفة صغيرة أسهل لي للتصفح ولمشاهدة كل ما في الصحيفة من تصفح صحيفة كبيرة. يمكن الصحيفة الكبيرة أنت بتحط فيها خبر ما يعني ممكن حد ما يشاهده. نعم. يعني أنت تقلب الصفحات ما تشاهد الخبر. نعم. بينما بالصحيفة الصغيرة، هي وجهة نظر طبعا، يعني ممكن يكون يعني الناس يختلفوا معي، أنا ما يعني ما بفرض يكون الوصول للخبر بسهولة. يعني نعم. بتصل للخبر بسهولة وللصورة بيكون مشاهدة بشكل أفضل. نعم. العنوان بيكون يعني بشكل موجود بشكل أفضل، وهذا يعني وجهة نظر بالضبط. نعم. إذا نشاهد ماذا عنونت ملحق جريدة البيان. طبعا مع الصورة الكبيرة الزاهية كتبت: شمشون والتنين رقصة النصر، ووضعت نتائج مباريات أمس. الملاحظة أن العنوان ليس على سطر مستقيم بل مائل للأسفل، فماذا تعني قراءتك لمضمون وشكل العنوان؟ أنا شمشون يعني هم يقصدوا فيه اليابان، والتنين اللي هو الصين. ها؟ شمشون الكوري. شمشون الكوري عفوا. نعم. والتنين الصيني. نعم. الميلان يعني شوف، أنا قلت لك هي يعني المسألة تذهب في اتجاه الإبداع ولفت الانتباه. نعم. ولفت نظر القارئ. ممكن أنت يعني تخرج عن الإطار، يعني أنت معود الناس على سبيل المثال أنك أنت يوميا تكتب بهذا الحرف أو بهذا الأسلوب أو بهذا المعنى. هذا اليوم أنت اخترت أن تعكس. نعم. أو تغير في هذا الشكل. هو يعتقد نوع من يعني لفت الانتباه القارئ وجذبه للعنوان، وهي طبعا هاي تنافس كبير بين الصحف. نعم. ملاحظة أخيرة على ملحق جريدة البيان أيضا، أنه احتوى على عنوان رئيسي وثلاثة مواضيع فرعية فقط. هل ذلك مراعاة لحجم الصفحة أم لإعطاء المساحة الأكبر للعنوان الرئيسي؟ هو يفضل أنك أنت دائما عندما يعني تكتب عن موضوع أنك تعطي موضوع رئيسي، حتى. نعم. أنت كمان يعني تبين أنه أنت اهتمامك وين ذاهب كصحيفة. نعم. أو توجه اهتمام القارئ وين، أو أنت بدك تركز على هذا الموضوع بشكل عام. نعم. فانت يعني بتختار عادي، بتختار انه انت يعني ممكن تحط اكثر، يعني ممكن لو عندك اكثر ممكن تحط، ممكن انت تختار ثلاث، يعني هي تخضع لوجهات نظر، ليس المساله يعني ثابته انك انت يجب ان تختار ثلاثه. وهذه طبعا الاشياء بيدخل فيها عاده ما بيدخل فيها الصحفي بشكل مباشر، يعني هاي بتدخل لتخصص اللي هو المصممين في، يعني في هذا الشغل له مصممين خاصين فيه، هم يعني عندهم قدره على تصميم الصحف وعلى تصميم كيف يركز القارئ، وين بتذهب عين القارئ. حتى يعني هناك يعني مدارس وعلم انه انت عندما تفتح صفحه اين تذهب عينك، تذهب عينك الى اليمين ام الى الشمال. نعم. وبالتالي هو دائما بالصحافه الى اليسار. نعم. يعني انت دائما ما بتروح على اليمين، بتروح على اليسار، العين دائما تتجه الى اليسار. فدائما بيحطوا الخبر البارز في اليسار. هذه طبعا اشياء علميه، هم المصممين الصحف اللي بيعملوا على هذا الشيء، بيختاروا كمان نوع الخط، نوع طريقة الكتابة، طريقة الألوان. هاي طبعا كلها هاي تدخل في علم اللي هو التصميم والجرافيك، إلى ناس مختصين فيها. يبقى الصحفي مساند يعني في هذا الأشياء ويعطي رأي فيها، وتبدأ تجارب على الجمهور طبعا، حتى أنت تصل إلى مرحلة أنك أنت تكون راضي
عند الصحيفة ومنتج هذه الصحيفة والقارئ راضي كمان محتاج لفترة، يعني ليس بالسهل أنك أنت تصدر صحيفة خلال يومين تكون أنت عامل الشكل ومرتاح. تبدأ في مرحلة التجارب، أنت مثلا البيان ممكن كل يوم ممكن تجرب طريقة خبر، طريقة سياقة أو جرافيك، فهذا الشيء يعطي أريحية أيضا للمشاهد بأنه ممكن تتميز الصحيفة في هذا الجانب. إذا بننتقل وياك الحين إلى ملحق جريدة الخليج اللي اختار اليوم أن يكون العنوان الأول هو استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للجان الأولمبياد الخاص. وبالأمس تحدثنا أيضا أن ملحق جريدة الخليج ما زال محافظا على شكله التقليدي ولم يخصص ملحقا خاصا لآسيا. شوي سؤال صعب. الخليج يمكن يعني الصحافة بشكل عام الآن يعني دخلت في مرحلة المعاناة من الناحية المالية للأمانة. نعم. ويمكن أغلب وسائل الإعلام يعني دائما الآن بتفكر وسائل الإعلام كثيرا في الموضوع المالي والتكلفة. أنت عندما تريد أن تصدر ملحق هو تكلفة مالية على الصحيفة، تكلفة طباعة، تكلفة ألوان، تكلفة يعني تكلفة مالية كبيرة. فعندما الجريدة تتخذ قرار بالخروج بشكل جديد فهي تكلفة مالية على هذه الصحيفة. واحد. اثنين، زي ما ذكرنا يعني هناك محاذير، يعني في بعض الصحف تخشى أن تخرج على الخط، إذا خرجت على الخط ممكن القارئ ما يتقبلك. نعم. يعني مسألة مو سهلة. فأنت الخليج يمكن اختارت الالتزام، يعني اختارت مدرسة الالتزام على مدرسة أنها تخرج مثلا بتغير شكلها، فالتزمت بشكلها، وهذا الشيء يعني موجود في الصحافة وصحف كثير تمارس هذا الشيء، ومنها صحيفة الخليج يعني التزمت بها بالشكل تبعها وخرجت، ويعني نتمنى لهم التوفيق في هذا الشيء يعني. نعم. كل التوفيق لكل الصحف طبعا. طيب نشوف القسم الثاني من غلاف ملحق جريدة الخليج اللي عنوانه وعد الأبيضين وفوز صعب لكوريا والصين وكبير لإيران اليوم الثاني من دون مفاجآت. برايك أتوقع العناوين هذه جدا قوية ولا هي عناوين عادية؟ لا والله أنا عجبني للأمانة عنوان وعد الأبيضين. نعم. بالفعل يعني هذا عنوان معبر وصغير وفكرة يعني تصل بسهولة وبتعبير بسيط وثلاث كلمات. إحنا دائما في الصحافة يعني نلجأ أو نحب العناوين اللي من هذا النوع، ليه؟ لأن هذه العناوين مباشرة تدخل إلى القلب مباشرة، يعني لا تحتاج إلى تفسير وتعطي المعنى بأكمله، تعطيك يعني معنى كبير بأقل عدد من الكلمات. الوعد الأبيضين يعني لخص الموضوع كلياته. بالفعل الآن الجمهور الإمارات كله ينتظر المنتخب وينتظر الوعد الذي قطعه على نفسه بأنه يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، إلى نهائي كأس آسيا ويلعب في النهائي. هذا الوعد الذي تلقيناه إحنا من اللاعبين ومن المنتخب ومن المدرب ومن اتحاد الكرة. نعم. فأنت هذا الوعد دين في رقبتك كمنتخب وكاتحاد وكلاعبين وكإحنا كإعلام كمان، إحنا مش يعني مساهمين في هذا الشيء. نعم. إذا المنتخب أكيد. تأهل للنهائي فهذا إنجاز لنا، وعد لنا كمان. وإذا لم يعني إحنا إخفاقنا وإخفاق المنتخب واحد، إحنا ليس أنا دائما أرفض أن إحنا كإعلام نتكلم بشقين يعني مختلفين، إحنا والمنتخب واحد، خاصة البطولة على أرضك بالضبط، على أرضك أو خارج أرضك، لأن إحنا 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 والمنتخب في اتجاه واحد. انتقاد الإعلام دائما يكون من باب التصويب وليس من باب الهدم. صحيح. فإحنا والمنتخب، إذا المنتخب كان وعده دين وإحنا كمان كإعلام إن شاء الله يكون وعدنا دين، نكون هذا الإنجاز يعني دين علينا ونحن نقدر نحقق هذا الإنجاز ونصعد إلى النهائي وننافس على النهائي ونأخذ الكأس، ما يطلع الكأس من عنا. فهذا يعني عنوان أنا بعتبره موفق. نعم. نعم. بننتقل الحين وياك، خلنا ننتقل وياك إلى جريدة الإمارات اليوم اللي خصصت 10 صفحات لتغطية فعاليات كأس آسيا وعنونت فاز ليبي وخسر إريكسون، وهناك عنوان فرعي أعلى الصفحة عن إصابة لاعب المنتخب السوري أسامة أمري بالرباط الصليبي، وفي الأسفل 4 عناوين فرعية صغيرة. بداية، هل نعتبر العنوان غامضا بعض الشيء ويحتاج القارئ لتفسيره؟ هل ذلك متعمد؟ شوف احنا يعني اول شيء الامارات اليوم احنا عملنا تقريبا 13 صفحة لاول مرة احنا بالامارات كرياضة، وحاولنا انه نخرج شوي عن الاطار، حتى يعني عن اطار الصفحات التقليدية اللي احنا بنعملها دائما متعودين القارئ عليها، مش يعني
يعني مش خروج عن الستايل، خروج عن المألوف. نعم. فأنت ما يعني تعود القارئ بأنه يبدأ الصفحات من اليمين إلى اليسار، فهذه المرة اخترنا أنه احنا نبدأ من هذا حتى نشعر اليسار. القارئ أنه في حدث. نعم. مهم. فهذا الشيء يعني تلعب أنت على موضوع لفت الانتباه. فأنت لما تفتح الجريدة اليوم فتجد هذا التغيير، فأنت مباشرة حيأتي بذهنك أنه في شيء مهم هنا، أو في حدث مهم، أو في شيء غير طبيعي أنه الإمارات اليوم مهتمة فيه. اثنين، العنوان يعني هذا عنوان بسموه يعني ليس عنوان مادة، عنوان غلاف. عنوان الغلاف دائما يعني ما بيكون مرتبط، الصورة مش مرتبطة بمادة احنا كاتبين عليها، مرتبطة بمجمل، يعني مجمل ما حدث. فاخترنا يعني كان امس يعني كنا نفكر في الموضوع كيف احنا بدنا نتعامل مع المباريات اللي كل الصحف تقريبا متعامل معها بطرق مختلفة، كيف احنا شو الميز يعني الاشياء امس. فاخترنا انه احنا نركز على المدرب الايطالي ليبي والسويدي إريكسون. نعم. كونهم هذول المدربين اكبر مدربين سنا، خلينا يعني ان صح التعبير، يعني دخلوا بالسبعين، لديهم مسيره كبيره مع منتخبات كبيره في كاس العالم، منتخب ايطاليا ومنتخب الكاميرون ومنتخب انجلترا إريكسون، وأندية كبيرة في إيطاليا يوفنتوس وأنتر ميلان، فهما مدربين عالميين اثنين، ويشاركوا الآن في آسيا وعندهم تاريخ كلاعبين وكمدربين. فاثنين هذول المدربين للأمانة، فالمدربين للأمانة اثنين يعني حبينا نركز عليهم، أنه كان الأنظار كلها متجهة عليهم، حتى كان في تقارير قبل البطولة أنه ماذا سيفعل ليبي وماذا سيفعل إريكسون خلال البطولة. بالضبط. فاخترنا انه ماذا يعني ماذا حدث مع ليبي في المباراة وماذا حدث مع إريكسون، يعني واحد فاز والثاني خسر. فكانت هذه الفكرة، يعني هي فكرة يعني بسيطة ممكن تكون، لكن تلخص احداث اللي كانت احداث ما كان فيها مفاجآت زي ما ذكرت. نعم. طبعا في الصفحة الثالثة وضعتم عنوان اكثر وضوحا، وهو الايطالي ليبي يقود الصين الى اجهاض مفاجآت قرقستان، وكوريا الجنوبية ينجو من كمين إريكسون. بالفعل يعني كوريا الجنوبية استطاعت انها تفوز على الفلبين، واستطاعت تحقق نتيجة جيدة، رغم انه كان يعني إريكسون يعني بتاريخه كان هو يعني لعب بطريقة مميزة، وكان قريب انه يحقق مفاجأة. نعم. مع كوريا، فبالتالي يعني هي نفذت من هذا الكمين، ونفس الشيء كمان حدث مع ليبي، استطاع انه يتفوق على قرغستان. طيب خلنا ننتقل وياك إلى محور آخر أستاذ أحمد، حول منتخبنا الوطني اللي يستعد لمباراة الخميس مع الهند، ونشاهد معاكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير ولا نعوده. واصل منتخبنا الوطني تدريباته مساء أمس على ملعب جامعة نيويورك في أبو ظبي، في إطار استعداده للوصول إلى الجاهزية الكاملة لتحدي النمور الزرقاء الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، تحت إشراف الإيطالي زكروني المدير الفني للمنتخب وطاقمه المعاون. وعنونت جريدة الاتحاد قبل 48 ساعة من مواجهة الهند: زكروني يجهز مفاجأة للنمور الزرقاء، عودة مطر واكتمال جاهزية خليل لدعم تشكيلة الأبيض، تحرير اللاعبين من الضغوط أهم ملامح الإعداد النفسية، حسن سهيل: هذا ليس وقت الانتقاد ونحتاج إلى دعم الجميع. أكد أن رهبة البداية أثرت في الأبيض الرميثي، قادرون على الاستفادة من دروس مباراة البحرين، استمرار منتخبنا في المنافسات ضروري لإنجاح البطولة، والحضور الجماهيري ليس على مستوى الحدث. ظاهرة بلوغ النهائي عقب تعثر البداية تحدث بنسبة 8 من 12، التاريخ يدعو الأبيض للتفاؤل بعد نقطة الافتتاح. أما جريدة الخليج فعنونت: وعد الأبيض دين الجنيبي، اللاعبون عازمون على تغيير الصورة أمام الهند. فيما عنونت جريدة البيان: الأبيض يتحدى النمور الزرقاء، منتخبنا يواصل الاستعداد للوصول إلى الجاهزية الكاملة للقاء الخميس المقبل.
إذا منصور يا الأبيض وكل التوفيق للمنتخب الإماراتي في مباراته الثانية، وطبعا قبل 48 ساعة من مواجهة الهند يبدو أن هناك قلق في الوسط الرياضي والشارع الرياضي الإماراتي من المستوى اللي ظهر فيه المنتخب في مباراة الافتتاح، لكن جميع المسؤولين والقائمين على المنتخب الوطني أكدوا بأن سيكون هناك في تغيير سواء على تشكيلة المنتخب وظهور بمستوى أقوى من مباراة الافتتاح في المباراة القادمة. يعني زي ما ذكرت أستاذ علي، المنتخب في مباراة الأولى مع البحرين للأمانة يعني ظهر بشكل مقلق قليلا، فالناس دخل في قلوبها الشك والقلق، والآن الجمهور يعني يخشى ويخاف أنه المنتخب ما يكمل في الدور الثاني، وهذا طبعا قلق في مكانه لأنه المنتخب لم يظهر بالصورة اللي احنا كنا منتظرينها. لكن خلينا نتحدث للأمانة، يعني في مبررات لأنه المنتخب يظهر بهذه الصورة ولا تعكس هذه الصورة تلك السوداوية أو تلك اللي احنا التشاؤم اللي احنا عايشينه. يعني خلينا نتكلم عن مباراة افتتاح، الكل يتكلم عنها هذه، انه فعلا يعني بالفعل يعني هذا يعني ليس متبرير للمنتخب. مباريات الافتتاح دائما بتكون صعبة على اي منتخب، وكل المنتخبات تخشى من مباريات الافتتاح، ودائما تحاول ان تختار مباريات افتتاح سهلة حتى تستطيع انها تخطو اول خطوة، كونك انت بتكون داخل كلاعبين يعني اغلب الفريق يعني الموجود حاليا في منتخب الامارات. هناك ميزة أنا بعتبرها لذكروني، يمكن بعض الأشخاص ينتقدوني على هذا الكلام، أنه هو اختار أو جدد المنتخب بالكامل، هاي تحسب لذكروني فعلا. نعم صحيح، جاب لاعبين كلهم جدد، جاب مجموعة لاعبين لأول مرة يظهروا في المنتخب، وهذه تحسب لذكروني للأمانة. لكن في الجانب الآخر ذكروني مطلوب منه الآن يعني يدخل هذه البطولة وينافس على لقبها، يتعثر في البداية، هذا يعني ولد قلق لدى الجمهور في مباراة الخميس. مباراة الهند يمكن ما تكون المباراة الصعبة على منتخب الإمارات، مباراة في المتناول، يعني هي ليست مع منتخب مع مثلا مع أستراليا ولا مع اليابان ولا مع مثلا كوريا الجنوبية ولا مع منتخبات من المنتخبات التي لعبت في كأس العالم أو مع السعودية مثلا، هي منتخب يعني ممكن يحقق مفاجأة، احنا ما نستهين بأي منتخب. نعم صحيح، وليس يعني لا يجب أن نلعب أمام أي منتخب بتساهل، لكن هو منتخب احترم منافسك، احترمه وأعطيه قدره الحقيقي. نعم يعني أعطي المنافس قدر الحقيقي الذي يستحقه لا أكثر ولا أقل، يعني ما أنت تخاف، أنت يمكن عليك ضغط الآن صار. نعم. أنك أنت جبت نقطة واحدة أصبح عليك ضغط، ومن هنا يعني الخوف من الضغط وليس من أيضا عودة إسماعيل مطر واكتمال جاهزية أحمد خليل، أتوقع هذا اللي كان ينقص منتخبنا في مباراة الافتتاح. أنا شوف، أنا خلينا نتحدث شوي يعني النجوم المنتخب كلهم بلا استثناء فيهم الخير وعليهم الأمل كبيرة، يعني إن كان من أصغر واحد، من أصغر لاعب فيهم، يمكن من سيف راشد اللي انضم آخر واحد وكان أصغر واحد في المنتخب، إلى أكبر واحد سنا نقول إسماعيل مطر والباقين، الكل المنتخب اللاعبين جميعهم فيهم الخير والبركة، وأملنا فيهم جميعهم. إحنا مطلوب من المنتخب نعم يؤدي اللاعبين بشكل قتالي. نعم. قتالي يعني هذه المباراة يعتبروها حياة أو موت، يعني نعم. أكيد أكيد في الملعب أكيد، ولا تعتمد الفوز مطلب في هذه المباراة. نعم. حتى لا تعتمد على زكروني. نعم. اعتمد على الروح المعنوية نعم اللي انت فيك في داخلك، طلع كل ما بداخلك في هذه المباراة. اكيد. اذا بننتقل وياك الى محور جديد من الصحافة اليوم، وهو التحقيق الصحفي، وقد نشر الملحق الرياضي للبيان موضوعا للزميل عدنان الغربي تحت عنوان التنين يتقدم بخطى ثابتة، صناعة اللاعبين وتكتيك صيني للسيطرة اسيويا وعالميا، بالاضافة الى عنوان اكاديمية إيفرغراند تقود حملة التطوير بفكر إسباني، 2500 لاعب في أكبر مدرسة كروية. وشيء الله يعطيه العافية الزميل عدنان الغربي، فعلا تحقيق جميل وجهد مقدر له في هذا التحقيق، وكلام في مكانه بالفعل. يعني الصين، يعني أنا أضيف لها الكلام، ليست
قوة قادمة في كرة القدم. يعني العالم كله يخشى من الاقتصاد الصيني الآن، الصين قادمة بقوة في كل الاتجاهات. نعم. ومنها كرة القدم. يعني أنا بتذكر الصين قبل، لو نرجع شوي لكم سنة لورا، كان هناك في اجتماعات على مستوى الرئاسة الصينية إنه ليش إحنا متأخرين في كرة القدم. فكان هناك قرار رئاسي في الصين إنه إحنا يجب أن كما إحنا نخطو خطوات في الاقتصاد العالمي، يجب أن إحنا نخطو خطوات في كرة القدم وفي الألعاب وفي الرياضة، وكرة القدم تحديدا، لأن هذه اللعبة هي عبارة عن صناعة وفيها دخل كبير للدول التي ترعى هذه الألعاب، يعني والدلاء الكثيرة. ويمكن احنا نحتاج حلقة وحلقتين نتكلم عن الموضوع هذا، موضوع مفتوح يعني. فأنت يعني باختصار، الصين بالفعل، الصين يعني تعمل على كرة القدم، تعمل عليها كصناعة، تعمل عليها كصناعة نجوم، تعمل على استقطاب نجوم عالميين، تعمل على تطوير الدوري، تعمل على تطوير المنتخب. ممكن في السنوات القادمة نجد الصين يعني من المنافسين الأقوياء في كرة القدم، وهذا يعني ليس بعيد. عندهم إمكانيات في كل الاتجاهات، إن كان إمكانيات مادية أو إمكانيات من المواهب أو إمكانيات من البنى التحتية، في كل إمكانيات موجودة في الصين. وهي يعني أنا أتفق مع تحقيق الزميل عدنان. نعم نعم. يمكن إذا بنتكلم عن أن الصين هي قوة عظمى بخمسين ألف مدرسة لكرة القدم، وإيركسون يؤكد أن الصين ستحكم آسيا كرويا، شو رأيك في هذا التصريح؟ يعني شوف، في مبالغة، يعني آسيا مش نايمة. نعم. أوكي، الصين يعني قوة، يعني أنت بتتطور. يعني كمان في يعني في نقطة مهمة، أنا بتطور وغيري بتطور. أكيد. يعني أكيد. أنت الصين تتطور، نعم، وتسعى إلى هذا الشيء، وفيها قرار للتطور، وهذا شيء جميل. لكن غيرك يتطور، اليابان تتطور، استراليا تتطور، كوريا الجنوبية تتطور، الإمارات تتطور، السعودية تتطور، يعني حتى الدول العربية بدأت تنافس على مستوى آسيا. فأنت الصين ممكن أنك تكون قوة عظمى إذا كان هناك يعني اتجاه لهذا أو في قرار مثلا. نعم. سياسي في الصين بأن الصين تصبح قوة عظمى في كرة القدم، وبإمكانهم، لأن لديهم إمكانيات. نعم. إذن وفي نفس الخط، نشرت جريدة الاتحاد موضوعا عن تطوير كرة القدم في آسيا تحت عنوان كرة القدم الآسيوية تبحث عن المستقبل المشرق. الاتحاد الآسيوي ينفق نصف مليار دولار على التطوير في 3 سنوات، وخطة لمضاعفة مكافآت دوري الأبطال وكأس آسيا خلال عامين، وتوقعات بوصول الدخل لأكثر من 400 مليون دولار سنويا في 2021. شو رأيك في هذا الموضوع؟ كمان أنا يعني بشيد بالأرقام اللي أنا طلعت على التقرير، عامله الزميل المعتز، في عامل فيه أرقام وجايب فيه أشياء، يعني في مجهود كبير. كرة آسيا، يعني قارة آسيا بشكل عام، هي القارة المظلومة في كرة القدم، وهذا معروف يعني بالفعل. ومحتاجة يعني الوضع الكروي اللي تعيشه قارة آسيا مفروض تعيش أفضل منه، كونها أولا تضم أكبر عدد دول في الاتحاد الدولي، لكن أقل تأثيرا. نعم. تضم عدد سكان أكبر، أقل. نعم. تأثيرا. نعم. تضم عدد منتخبات، 52 منتخب إذا ما خانتني الذاكرة في آسيا، يتأهل منها 4.5 في كأس العالم، هذا طبعا شيء ظالم. نعم. لكأس آسيا، فلآسيا، فآسيا طبعا كقارة فيها إمكانيات، فيها طاقات، فيها مواهب، فيها دول، فيها ناس تحب أن تلعب كرة القدم، وفيها ميزة مش موجودة لا في أوروبا ولا في أفريقيا ولا في أمريكا الجنوبية. نعم. ألا وهي أنه أنت المواهب الموجودة في آسيا متنوعة، يعني عندك المواهب التي الفطرية. نعم. اللي هي مواهب كرة القدم الفطرية الموجودة في الخليج. نعم. وموجودة في دول شرق آسيا. عندك المواهب القوة البدنية عندك موجودة في غرب آسيا. نعم أكيد. بينما أوروبا يعني هي ماخذ ستايل واحد. أكيد. أفريقيا ماخذ ستايل واحد. أكيد. أمريكا الجنوبية ماخذ ستايل واحد. آسيا فيها كل ستايلات. نتمنى أن الاتحاد الآسيوي يحقق كل أهدافه. لكن أستاذ أحمد، خلينا ننتقل معاك الحين إلى الصحافة العربية ونتابع من خلال هذا التقرير ما ذكر. يفتتح المنتخب السعودي مبارياته في بطولة أمم آسيا الإمارات 2019 بمواجهة كوريا الشمالية اليوم على استاد راشد في دبي لحساب منافسات المجموعة الخامسة.
حيث دعمت الصحف السعودية الأخضر في مستهل مشواره القاري. ونستعرض معكم عناوين الصحف السعودية التي قدمت للقاء اليوم، والبداية من جريدة الرياض التي عنونت: منتخبنا يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة كوريا الشمالية. وفي التفاصيل كتبت: مدرب المنتخب السعودي بيتزي يقول: تاريخ كوريا لا يهمنا وهدفنا الفوز. الدوسري يؤكد: كل المنتخبات قوية وسنحترم الجميع. أما صحيفة الرياضية فعنونت: الله معاك يا الأخضر، ووضعت صورة لفهد المولد وعبد الإله العمري لاعبا المنتخب السعودي يبتهلان بالدعاء بعد أداء الصلاة في ملعب راشد بدبي. وفي التفاصيل كتبت: 12 ألفا تنتظر السعوديين، في إشارة هنا إلى ملعب استاد راشد بعد تجديده، حيث يحتضن مواجهة السعودية أمام كوريا الشمالية اليوم. وإلى صحيفة اليوم التي عنونت في ملحقها الميدان: مونديال آسيا، الأخضر عينه على نقاط كوريا الشمالية في أول المشوار، ويتطلع لبداية مثالية في البطولة الآسيوية تمنحه دفعة معنوية للمباريات المقبلة. ومن ذات الملحق نقرأ عنوان: آسيا تترقب الفرسان، ووضعت صورة للاعبي المنتخب السعودي بحلة المحاربين في انتظار بداية المعركة. وأخيرا نقرأ من جريدة الجزيرة التي عنونت: الأخضر السعودي يدشن مشواره لاستعادة زعامة آسيا أمام كوريا الشمالية، وكتبت: الأخضر مجددا في آسيا للمرة العاشرة في تاريخه. وعن لقاء السعودية وكوريا، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وليد فاروق. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ علي. أهلا وسهلا بحضرتك وبضيفك الكريم أستاذ أحمد أبو الشاي. أهلا وسهلا أستاذ وليد. سريعا للحديث عن لقاء السعودية وكوريا اليوم، بما أنك أنت متابع ومختص في الكرة السعودية، اليوم نوعا ما المباراة ستكون سهلة نظريا، ولكن بالمقابل هناك قلق في الوسط الرياضي السعودي عن المباريات الافتتاحية اللي يخوضها دائما المنتخب السعودي. أتفق مع حضرتك تماما يا أستاذ علي، أنه في قلق في البداية. القلق ده نابع من نقطتين أساسيتين. المنتخب السعودي على مدار مشاركاته زي ما ورد في التقرير 10 مشاركات سابقة، كانت مباراته الافتتاحية دايما باستثناء مباراتين فقط فاز فيهم ما قدرش ان هو يحقق الفوز في بقية المباريات او تعادل، وبالتالي خلال 10 مشاركات حقق الفوز في مباراتين افتتاحيتين فقط. دي نقطة. لكن الميزة انه من ضمن المباريات اللي كان فاز فيهم كانت في بطولة سنة 1996 اللي فاز اخر مرة بلقبها. البطولة ديت كانت اللي اقيمت برضو هنا في الامارات. دي النقطة اللي بيركن عليها الأخضر السعودي إنها ممكن تكون فائل سعد بالنسبة له. النقطة الثانية اللي بتسبب قلق شوية موضوع إصابات اللاعبين اللي ضربت المنتخب قبل البطولة، آخرها إصابة سلمان الفرج، وأيضا استدعاء الغنام ولاعب آخر أيضا من المنتخب السعودي. سلمان الفرج وعبدالله الخيبري تم استبدالهم بلاعبين آخرين، هم نوح الموسى وسلطان الغنام. على يعني كما عودنا الشارع الكروي السعودي في شوية انتقادات حتى لاختيارات البدلاء. كان عندهم كان في وجهة نظر ان في بدلاء افضل من اللي تم اختيارهم واكثر جاهزية، على اعتبار ان البطولة بتتطلب حشد اكبر قوة ممكنة من اللاعبين لتحقيق هدف وطموح اللقب الرابع الاسيوي الغائب عن المنتخب السعودي من 23 سنة من آخر لقب حققوه. هم بالمناسبة حققوا 3 ألقاب. فدي بعض النقاط اللي ممكن تكون بتثير قلق الشارع الكروي السعودي قبل افتتاح مبارياتهم اليوم. في ميزة أخرى أعتقد أنها بتصب في مصلحة المنتخب، وجود المدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي من فترة من قبل كأس العالم في خلال فترة التصفيات. نعم. قدر أن هو يصنع توليفة من اللاعبين يمكن قلت شوية قصة اللاعب النجم. نعم أكيد أكيد. بيعتمدوا على الأداء الجماعي بشكل أكبر. يعني حتى لو تابعنا سلسلة مبارياتهم في كأس العالم الأخيرة، كان في أداء نوعا ما بداية خسارة كبيرة، وبعد كده في أداء أفضل قدام أوروغواي، بعدين أداء أفضل وفوز على مصر.
في أداء تصاعدي في أداء منتخب السعودي، أعتقد أنه هو هيبلغ ذروته في بطولة كأس آسيا في النسخة الحالية. أكيد نعم. إذن أستاذ وليد فاروق الصحفي بجريدة الاتحاد، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. إذا أستاذ أحمد، نحن إذا بنتحدث عن الصحافة السعودية والتنوع في تغطيتها لمنتخبهم ولكأس آسيا، برأيك كيف أنت تشوف التغطية للمنتخب السعودي حتى الآن؟ يعني التغطية في الصحف السعودية هي يعني مشابهة للصحف الإماراتية من ناحية تحفيز المنتخب، دعم المنتخب معنويا. يعني شفنا عناوين منطقية، شفنا عناوين واقعية، شفنا عناوين عاطفية مثل الرياضية كتبت الله معاك الأخضر، هذا عنوان عاطفي يعني يحفز عشان تحفيز اللاعبين، وحطت كتبت عن الجمهور أنه الجمهور يعني دعت الجمهور إلى مساندة المنتخب. صحيفة اليوم وصحيفة الجزيرة اختارت عناوين منطقية، الأخضر يدشن مشواره، يعني هذا عنوان معلوماتي في معلومة، وعنوان منطقي اللي هو عنوان الأخضر عينه على كوريا على كوريا وعلى فهي عناوين. يعني الصحف يعني تتناول في مثل هذه الظروف دائما، يعني الصحف بتحاول ان قدر الامكان يا اما توصل معلومه يا تدعم اللاعبين بكلمه بفكره بتحليل معين، وهذا الشيء يعني دارج في كل اغلب الصحف العربيه يعني. نعم، كل التوفيق طبعا للمنتخب السعودي. واذا يخوض اسود الرافدين اليوم مباراه مهمه امام منتخب فيتنام، نشاهد معكم هذا التقرير. بذكريات كأس آسيا 2007 يستعد المنتخب العراقي لبدء مشواره في البطولة القارية اليوم أمام المنتخب الفيتنامي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة. نستعرض معكم أهم عناوين الصحف المحلية والعراقية التي قدمت للمباراة. ومن بلاد الرافدين نقرأ عناوين جريدة المشرق التي كتبت: أحمد راضي متوج أفضل لاعب في آسيا غائب عن منافسات كأسها، وكتنيتش مدرب أسود الرافدين يقول أثق بقدرات فريقي وسنقدم كل ما لدينا أمام فيتنام. ونبقى في العراق وبالتحديد من صحيفة الزمان الرياضي التي عنونت الفوز يدعم حظوظ الأسود ويبعدها عن الحسابات المعقدة، المنتخب مطالب اليوم باجتياز فيتنام في الاستحقاق الآسيوي. ومن الصحافة المحلية نقرأ عناوين جريدة الاتحاد التي كتبت العراق وفيتنام حوار الشباب، وفي متنها جاء العراق لتكرار إنجاز 2007. أما صحيفة البيان فعنونت العراق وفيتنام عودة ومفاجأة، فيما أكد أحمد إبراهيم مدافع المنتخب العراقي نحترم الخصم، وهاي قائد المنتخب الفيتنامي جاهزون للبداية. وإلى الإمارات اليوم التي عنونت العراق أمام حتمية النقاط الثلاث اليوم في مواجهة فيتنام تجنبا للدخول في حسابات معقدة ولقطع شوط مهم نحو التأهل، ومدرب المنتخب الفيتنامي يقول نتطلع إلى مفاجأة العراق. يشرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي شدهان الصحفي بجريدة البيان. أهلا بك أستاذ علي في برنامج الصحافة اليوم من الشارقة الرياضية، كيف ترى؟ حياك الله عزيزي، تحياتي لك وإلى مشاهديكم وإلى الزميل العزيز الأخ أحمد أبو الشايب رئيس القسم الرياضي الزميلة الإمارات اليوم، وأشكره على الإشادة بجهود الزملاء في القسم الرياضي بالبيان وقيادة الأخ أحمد الحوري مدير التحرير والأخ صلاح شحاور رئيس القسم، فأشكره جدا على روح الموضوعية وكلمات الطيبة. يعطيك العافية. كيف ترى لقاء اليوم في العموم، لقاء العراق وفيتنام؟ طبعا هو اذا من ناحيه الاماني بكل تاكيد انه انا كعراقي وافتخر اتمنى انه منتخبنا يفوز ان شاء الله ويسجل بدايه قويه على الاقل ويامن وضعه او يكثر حظوظه في التاهل انتظارا الى الموقع الكبرى مع المنتخب الايراني. كنا كعراقيين ندرك انه المنتخب
الفيتنامي ليس منتخب سهل ابدا. يعني في السنوات الاخيره احنا التقينا وياه، وتحديدا في التصفيات، في تصفيات المونديال 2018 في روسيا التقينا وياه مرتين، تعادلنا بصعوبه جدا في هناك في ملعبهم، وفزنا عليهم ايضا في الملعب المحايد اللي محسوب انه، وبصعوبه ايضا بهدف وحيد. فريق متطور جدا ويمتاز، هو لا زال ربما يكون المنتخب الاسيوي الوحيد اللي لا زال يحتفظ بالصفه اللي احنا دائما نتوجس منها كمنتخبات غرب اسيا، وهي السرعه الفائقه عندهم. يعني 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 دائما عندما يفتقدون الكره دائما بسهوله جدا يرجعون ياخذوها لنتيجه السرعه الفائقه لهم. ولكن ايضا ثقتنا كبيره جدا في منتخبنا ان شاء الله، يعني كل المنتخب نجوم، وكل المنتخب يعني عناصر موهوبه وعناصر جديده، وهو هذا اللي نعول عليه كجمهور ومتابعين وصحافه عراقيه كل نعم. اليوم استاذ علي خلني اسالك انا الحين عن مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش، يعود للامارات بعد 7 سنوات قد عمل مع المنتخب الاماراتي سابقا. كانت هناك ملاحظات كثيره وانتقادات حول اختياراته للقائمه الاخيره للمنتخب، كيف التمست هذا الموضوع انت؟ هو اكيد يعني المدرب كاتانيتش يعني اثار اللغط هنا في لما نتولى قياده منتخب الامارات، وايضا الان في تولي الدفه الفنيه لمنتخبنا العراقي، بكل تاكيد انه يعني هو ليس منزه عن على النقد يعني، ولكن بالنهايه هو الرجل المسؤول الاول والاخير على الخيارات الفنيه وعلى التشكيله اللي هو يختارها، سواء ال 23 او حتى ال 28 او ال 50 اللي قدمها الاتحاد العراقي لكرة القدم للاتحاد الآسيوي. نعم التشكيلة الحالية للمنتخب العراقي تفتقد من وجهة نظر الصحافة العراقية أو الإعلام الرياضي العراقي لبعض الأسماء اللي كان يتوجب يعني بين هلالين يتوجب على كاتانيتش دعوتها إلى المنتخب، خصوصا يعني من أصحاب الخبرة اللاعب الأهلي السعودي الكابتن سعد عبد الأمير، وأيضا اللاعب كرار جاسم، وأيضا يعني واللاعب حمادي أحمد هداف كأس آسيا اللي فاز بالقوة الجوية العراقي المرة الثالثة على التوالي. نعم هذه أبرز الأسماء اللي كان، وعلى عبد الزاهر أيضا، هاي أبرز الأسماء اللي كان الإعلام الرياضي العراقي طالب كاتانيتش بدعوته. ولكن يعني خيارات كاتانيتش محترمة سواء من الاتحاد العراقي، وبالنهاية هو مثل ما قلت لك هو المسؤول الأول والأخير عن خياراته، وبالتالي هو اللي راح يكون محاسب لا سمح الله لو حدث شيء عكس المتوقع أو عكس طموحات الشعب العراقي بالمنتخب الوطني يعني، او اذا نجح راح نقول له برافو بكل تاكيد يعني. اكيد ثقه كبيره جدا بالاسماء اللي اختارها كاتانيتش، هي اسماء موهوبه، اسماء يعني معدل الاعمار ده يعني يمكن حتى اقل من 25 سنه يعني. وضم مجموعه يعني لاول مره المنتخب العراقي يدخل الى بطوله كبرى وما بينجم يعني سوبر ستار مثل ما كان يونس نجم. نعم. إذا أستاذ علي شدهان شكرا لك طبعا لضيق الوقت، وشكرا لك على هذه المداخلة القيمة، وننتقل معكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه اللقاءات اللي أجراها الزميل إبراهيم الزعابي مساء أمس. نتابع معكم هذه اللقاءات. أكيد طبعا، لا كأس أسيا بتمثل قيمة كبيرة على مستوى كل قارات العالم، يعني البطولة القارية اللي بدأت بأربع منتخبات من سنة 1956 ودلوقتي توصل 24 منتخب، يعني قفزة هائلة. اللي دائما كلما تأتي هذه البطولة إلى دولة الإمارات تشهد نقلة نوعية كبيرة في مسيرة هذه البطولة. سنة 96 كان أول مرة يشارك 12 منتخب، أول مرة يبقى 3 مجموعات، أول مرة يبقى الفائز ياخد 3 نقط، حاجات كده كلها كانت حاجات جديدة كلها بشكل كبير. وجه خير دولة الإمارات على البطولة أكيد. وبعدين حفل الافتتاح لأول مرة في عرض البحر اسم المعجزة اللي وزناها زايد، اللي احنا بنكررها بعد 23 سنه الان. اللي لما تيجي البطوله السنه دي الى دوله الامارات معناها اول مره 24 منتخب، اول مره 60 حكم ل 51 مباراه، اول مره الفار في من دور الثمانيه، اول مره حاجات كتير، انت عارف تفاصيل كتيره دائما البطوله، يعني الامارات بتوفر لها زخم غير عادي. هو شوف بالنسبه لمنتخب البحرين احنا راضيين عنه، منتخب البحرين يمر في فتره خلينا نقول شوي نوع من التجديد. صحيح. يعني منتخب البحرين لازم تكون له بصمه في هذه البطوله، خاصة بعد تغيير اللاعبين، وجوه جديدة الآن، المدرب سكوب ماشي معهم من كأس الخليج. صحيح. وبإضافة بعض العناصر الجديدة
فاحنا يعني الاداء اللي قدمه الفريق امام الامارات يعني الكل راضي عنه، وخاصه احنا راح مقبلين ايضا على مباراه مع المنتخب التايلندي الثانيه. بالنسبه لمنتخب الامارات احنا طبعا شفنا مستوى وسمعنا ونقرا وكل شيء يعني عنه، وردود فعل يعني هناك كثيره يعني متناقضه بالنسبه للمنتخب. هناك الكثير الحديث عن ان المنتخب نزل مستوى، المستويات الفرديه للاعبين نزل، فأمور كثيرة يعني قاعدة تمشي مع منتخب الإمارات. لكن أنا أقول إن يعني خلي يعودون النظر مرة ثانية في المنتخب مثلا، ويشوفون المباراة الجاية شلون تعاملوا مع المنتخب الأردني. يعني هاي فوز كبير للمنتخب الأردني أن يفوز على البطل السابق. أنا أعتقد المنتخب الأسترالي يمكن دخل بهيبة البطل البطولة النسخة السابقة، ولكن كان المنتخب الأردني أمامه يعني منتخب شرس وقدر أن يحقق الفوز. إذا مستمرين معك أستاذ أحمد، لو تحدثنا أكثر عن كيف تشوف أنت مباراة المنتخب العراقي مع فيتنام. يمكن البعض يقول بأنها هي سهلة، لكن الكرة الفيتنامية تطورت. شو ما إحنا اتفقنا لا يوجد مباراة سهلة في كأس آسيا، والمباريات يعني أنا دائما بأرجع في الفكرة لنادي العين لما استسهل المباراة الأولى مع ويلينغتون وكانت صعبة عليه، واستصعب المباراة الترجي وكانت سهلة عليه. فنفس الشيء يعني انت بطوله قاريه الان انت. ففيتنام نعم المنتخب العراق تاريخا افضل بكثير من فيتنام، بطل اسيا ولديه طبعا تاريخ كبير، وهذا الان المدرب طبعا كاتانيتش مدرب جاء في ظروف جيده للمنتخب ويسعى الى اللقب كما حدث في 2007 مع فييرا عندما تسلم بنفس الظروف المشابهة ما بين الاثنين. فأنا يعني منتخب العراقي هو المرشح أكبر من فيتنام، لكن زي ما تفضلت يعني يجب أن يحذر من البدايات ويحذر، خصوصا أن المنتخب حتى الآن يعني تم تجديده بشكل كامل، وتم تقريبا إنهاء المنتخب القديم والأسماء القديمة اللي دائما بيطالبوا فيها. ودائما المنتخب العراقي يعني في كل البطولات اللي بيشارك فيها التشكيله دائما عليها خلاف، دائما يعني حتى لو اختيرت التشكيله نفسها اللي بيطالب فيها الجمهور حيكون في هناك خلافات على التشكيله اللي هي. يعني البركه في الموجودين، لاعبين صغار السن كلهم، منتخب للمستقبل. انا يعني اتمنى يضعوا ثقتهم فيه حتى يكمل في البطوله الاسيويه. طيب إذن أستاذ أحمد خلنا ننتقل وياكم مشاهدي الكرام إلى فقرة الأرشيف، ونشوف وياكم هذه الصور اللي اختارها لنا فريق الإعداد. كانت عدة صور، وهي عن تتويج السعودية بلقب كأس آسيا عام 1984 وأيضا 1996. شو رأيك في هذه الصور؟ في شو تذكرك؟ والله شوف يعني السعودية، كرة السعودية كرة عريقة وكرة يعني لها تاريخ، لكن احنا يعني يحز علينا انه المنتخب السعودي بعيد من فتره طويله عن الانجازات لولا تاهله الاخير في كاس العالم. فاحنا بنتمنى انها ترجع ايام ماجد عبد الله والثنيان والاسماء الكبيره اللي كنا نسمع فيها في الملاعب. نتمنى نشوفها يعني من جديد في منصات التتويج، والكره السعوديه مؤهله يعني قادره وفيها المواهب وفيها الامكانيات اللي تصعد وتنافس على آسيا، وعندهم يعني حب كبير كشعب السعودي يحب كرة القدم. فنتمنى من الكرة السعودية أن تعود إلى منصات التتويج ونشاهدها ترجع من آخر مرة في كأس آسيا في 96 يعني قبل 22 سنة. نعم. آخر لقب لآسيا، وهي طبعا من عمالقة آسيا السعودية، عندها يعني عندها تعتبر من أكبر أربع منتخبات، يعني لا يسبقها غير اليابان فقط عنده ثلاث ألقاب، لكن ثلاث ألقاب قديمة نتمنى أنها تتجدد في الوقت الحالي. نعم أستاذ أحمد شكرا لك على تواجدك ويانا اليوم، وسعدتنا بتواجدك. شكرا لك. شكرا لك. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا دقائق الصحافة اليوم مرت سريعا بصحبة ضيفنا العزيز الذي نقدم له جزيل الشكر على إضافته الصحفية القيمة. شكرا لكم وشكرا للأستاذ أحمد، والشكر موصول للمشاهدين والمتابعين، ونلتقي قدم بإذن الله مع رحلة جديدة للصحافة اليوم. في أمان الله.